جو توا الثاني ديزيز عندنا، وديزيز يعتبر فيري 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 امبورتنت، اللي هو التي بي، واسمه التوبركلوزس. التوبركلوزس او التي بي يعتبر كرونيك، شوف التعريف نتاع كرونيك جرانيوميتس انفلاميشن، معناها هو عباره عن انفكشن او انفلاميشن يكون جرانيوما. التي بي تسبب فيه بكتيريا اسمها التوبركل باسيلس، تيوبريكل باسيلس. اللي اكتشف القصة هذه واللي اكتشف المرض هذا واللي اكتشف البكتيريا هذه عالم ألماني اسمه روبرت كوخ، اكتشفها في سنة 1882 وسماها باسمه. فالبكتيريا هذه مرات يسموا فيها تيوبريكل باسيلس أو يسموا فيها الكوخس باسيلس. هذا في 1882. بعد 4 سنوات العالم هذا قال لأ، أنا بغير اسمها، مش حنسميها تيوبريكل باسيلس، حنسميها المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس. بليش يا روبرت أنت بعد 4 سنوات غيرت الاسم؟ شنو السبب؟ العالم هذا قال لك إن طلعت إن البكتيريا هذه ما هيش بكتيريا واحدة، هن سلالة وأنواع مختلفة. ففي وحدة اسمها المايكوبكتيريوم هومينس، مايكو بكتيريوم تيوبركلوزس هومينس. النوع هذا ينتقل باي انهاليشن، بالتنفس، وهذا هو اللي يدير لي البلمونري تي بي. بلمونري تي بي، يعني التي بي زمان هو كان يحسبه ان التي بي راه مرض في اللنج بس، يضرب اللنج بس، لكن بعد 4 سنوات من الدراسات غير رايه، اكتشف ان المايكوبكتيريا راه مايكوبكتيريا تيبركلوسس ماهيش نوع واحد. وهذا هو النوع اللي نقرأ عليه اليوم وموضوعنا اليوم. قال لك في بكتيريا اخرى اسمها المايكوبكتيريوم تيبركلوسس بوفس. بما انها اسمها بوفس، كلمة بوفس indicate to cow، indicate to الأبقار. قال لك البكتيريا هذه تنتقل بالcontaminated milk، contaminated milk، الحليب الملوث بالبكتيريا هذه بالعقل، هو انتقل بالحليب، يعني انت شربت شرب. في حيدي لي GITTB، GITTB يعني يدي لي مثلا oropharyngeal TB، يدي لي intestinal تي بي، تمام. وقال لك فيه نوع اخر اسمه المايكوبكتيريال تيوبركلوسس افيام. النوع هذا اطيب نوع واضعف نوع من سلاله المايكوبكتيريال تيوبركلوسس. قال لك النوع هذا حتى هو يدي لي بالمونري تي بي، لكن ضعيف، فلو جاء في شخص مناعته كويسه مش حيصير له اي حاجه، الأمين سلس حتقضي عليهم، وكأنك يدر ما دخلك شر. لكن قال لك النوع هذا يدي لي بالمنري تي بي في الأشخاص اللي هم يكونوا أميونو كومبرمايزد، اللي هم عندهم ديكريز في الأميونيتي، كيف الأشخاص اللي مصابين بالأيدز. البكتيريا هذه تأثر فيه مواجد، لأن مناعتهم أوريدي مناعتهم ضعيفة، وحدي لي تي بي. فنحن النوعين هذين ما لناش علاقة بيه، نحن موضوعنا اليوم على البلمونري تي بي. باهي، نبدو بالبلمونري تي بي. بما ان قلنا بالمونري تي بي معناته بتنتقل عن طريق الانهاليشن او عن طريق الاير دروبلت، لو نفرض هذه المايكوبكتيريال تيبركلوسس هومينس. خذوا معي السيناريو هذا والقصه اللي نبغى نحكوها توا. لو نفرض ان في شخص سليم معافى من اي مرض، يعني صحته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومناعته الله أكبر، وما عمرش تعرض لأي نوع مايكوبكتيريا. ركزوا معي بالكلام هذا، ما نقولش فيه بلاش، يعني ما عمرش تعرض لأي نوع من المايكوبكتيريا، وللأسف خالط واحد عنده تي بي وعنده بلمونري تي بي، وهدزوا مع بعضهم، وذكاي عمك ذكاي اللي عنده البلمونري تي بي كح في وجه وعطس في وجه لينقلبس. فالشخص السليم المعافى
عن طريق الانهاليشنال دخلت له البكتيريا. طبعا هذين لمفاتيك شانلز واللمف نود، تمام. ادخلت البكتيريا لللنك وجد درستن. انا عندي جسم غريب دخل علي. من اول واحد في الاميون سيلز اللي يفزع اول واحد ويطلع اول واحد؟ لهنا الماكروفيجز. فجي عمك الماكروفيجز يقول تعال هنا شن جايبك انت هنا، وبدي لي فاجوسيتوزس للبكتيريا وتكون لي فاجوسوم داخل الماكروفيج. نورمالي فانكشن اوف الماكروفيج، بعد دير فاجوسيتوزس للبكتيريا وتكون لي فاجوسوم، تعال تتكلم لايزومز، تقول تعال يا لايزومز جيب لي لايزوم الانزيمز خلينا نفتكه ونكسره البكتيريا اللي دخلت علينا. تنط عمك الميكوبكتيريوم تقول لا تحسبني انا عبارة عن طشة لايزومز بيأثر فيه بيكسرني، صاقع عليك. شن تدير الميكوبكتيريوم؟ تفرز في كيف البروتينز. البروتينز هذين يدير انهيبيشن لليزومال انزيمز. تقول بما انك انت ميكروفيش كليتني تبي تكسرني فنوريك شن دير لك. تعدي الميكوبكتيريوم تفرز بعض البروتينز وتحمي به نفسها ودي لي ريزيستنس للليزومال ماكروفيجز، فدي لي ريزيستنس اوف ليزومال ماكروفيجز، وفي نفس الوقت تدير راسها براس الماكروفيج تقول باهي مادام انت هذا جوك انا حندير لك ريزيستنس ونبدا نتكاثر، يبدا البكتيريا يصير لها ريبليكيشن. وين يصير الريبليكيشن؟ انسايد الماكروفيج، انسايد الماكروفيج. عمد كم ماكروفيج راسها مسكر اكثر من البكتيريا، تقول بما انك انت تقاومي فيا والتكاثري انا حندير راسي براسك. تعدي تفرز بعض الانترليوكينز وتحفز خوتها الماكروفيج الاخرين، قلهم تعالوا افزعوا معايا انا في بكتيريا خشت لي وهي مسكره راسها باش تكسر. فتلقى ان البكتيريا مسكره راسها وتدير في ريزيستنس والتكاثر، والماكروفيج حتى هي مسكره راسها اكثر منها وقاعد تكلم في اذر ماكروفيج وتحارب مع البكتيريا. الحرب هذه والطحن هذه تستمر 3 اسابيع، تستمر 3 اسابيع. في الثلاث أسابيع هذين الشخص اللي هو تعرض فيه البكتيريا تكون الشخص أسيمتوماتيك، ما يعانيش من أي أعراض. أسيمتوماتيك. ومرات يجيك بي فلو لايك سيمتومز، فلو لايك سيمتومز يعني أعراض الإنفلونزا العادية مرات، لكن أغلبيتهم يكونوا أسيمتوماتيك. بعد 3 أسابيع الماكروفيج لنقنها تستسلم، ترفع الراية البيضة تقول لنقني نقول لك حاجة أنا معش قدرت عليك. After three weeks شو تدير الماكروفيج؟ تقول بما أننا ما قدرتش عليك يا بكتيريا أنا حناخذ منك جزئية ونطلعها على السيرفس متاعي، لأن يعني الماكروفيج تعتبر أنتجين برزنتك سيلز، وتمشي بين جاري بشور من؟ جاري شور خوة الكبير لأن التي سيلز. فتعدي بعد 3 ويكس يعدي يصير لي ستيموليشن للسي دي 4 تي سيلز، تبي تطلع التي سيلز مور أمين سيلز والسيتوكسيك تي سيلز وتجي تبي تهاجم. فبعد 3 أسابيع صار لي cell mediated immunity، هذه مهمة cell mediated immunity. أمتى صارت؟ صارت بعد 3 أسابيع. مهم هذا في سؤال MCQ. التي سيلز بعد تجي هنا تقول بما أنك البكتيريا
الماكروفيج قاومتك 3 أسابيع وما قدرتش عليك، معناه أنت ماكش سهل. شو تدير السي دي أو التي سيلز شنو يديران؟ يتبعن سياسة جديدة، بما أن البكتيريا تكاثر بسرعة فتقولك لا أنا نحصرها، خلي البكتيريا في النص ونجي نحصرها من جميع الجهات، نقطع عليها الإمداد. كيف حصرتها؟ كونت جرانيولوما، تلقى الابيثيلويد سيلز، الماكروفيج، مش عارف شنو، لينفوسايت جاينت سيلز، فكونت جرانيولوما، حاصرت السيلز في النص وتبدا تقصف فيه من جميع الاتجاهات مش تقتله. فحتلقى في السنتر هنا في نيكروتيك سيلز، الشكل بتاعهم كيف الفجوات، تلقان شبيهه بالجبنه، عارفين الجبنه بتاع توم وجيري تشوفوا فيها المثلث اللي فيها فجوات، نفس الجو. فشبوها بالكيزياس، شكل كيزياس يعني كيف الجبنة، فسموها كيزياس نيكروسس، وهذه عبارة عن جران يولوما. تمام، وين جبت جتها تكونت عندي لجران يولوما؟ الشكل هذا اللي قاعد، الشكل تشوف فيه الدائرة هذه، هذه يسموا فيها الجونس فوكس، جونس جونس فوكس. تمام، البكتيريا بعد تحاصرت قالت تنظر من جميع الجهات وبدأ يصير فيها النيكروسس، بدأت تهرب وين؟ للليمف نودز، تضرب الليمف نودز سواء الهايلر ليمف نود او البرونكيال اند تريكيال ليمف نودز. عارفين المثل اللي يقول لك الهارب من الغوله يطيح مش عارف شنو، هذا مش حافظ انا السلال مش عارف شنو، نفس الفكره. بعد تمشي البكتيريا للليمف نودز تلقى الموضوع اشر واشر، انت ماشيه للمصدر الامين سيل، فتبدا تنضرب وتحاصر وتكون لي جرانيولوما حتى داخل الليمف نودز، فتلقى في اللارجمنت في الهايلر ليمف نود اللارجمنت، فحتضرب الهايلر ليمف نود، تمشي للليمف نود وتلقى فيه اللارجمنت في الهايلر ليمف نود، وايضا مرات معان حتى التريكيو برونكيال ليمف نود، تلقى حتى هنا اللارجمنت. وتبين عليك بالاكس راي، تلقى الاكس راي تلقى فيه الجونس فوكس وتلقى فيه اللارجمنت في الليمف نودز. الجونس فوكس مع الليمف نود الالارجمنت يسموا فيها الجونس كومبلكس او البرايمري كومبلكس، جونس كومبلكس او البرايمري كومبلكس. تمام، هكي الخليه شن دارت هنا الامين سيلز، حاصرا للبكتيريا وقضن عليها بالكامل وانتهت قصة التبي. هذه أمتى صارت؟ صارت في شخص مع مرش تعرض لي بكتيريا أو مايكوبكتيريا والصحة متاعة 100% والأمين سيلز متاعتها والأمينوتي متاعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو صارت في شخص أول مرة تصير معه ومناعته كويسة وانقضت عليها قصة، هذه يسموا فيها البرايمري تي بي، برايمري تي بي. ويقعد مرات فيه بعض السيلز او في بعض المايكوبكتيريا قاعدات مرات حتى حيات لكن قاعدات محاصرات، ويقعد الشكل هذا الدورمنت وتعيش به حياتك الطبيعيه، وتقعد مرات انت شخص يتعرض للقصه هذه يقعد سيمتوماتيك وما يكتشفش الا اكسيدنتلي، دار اكس راي على اي حاجه اخرى بانت عليه، يلقى فيه هايلر ليمف نود انلارجمنت يقول لك انت لو شخص مخالط شخص عنده تي بي. باهي لو جيك مثلا الدكتور يسالك في اورال او في اي مكان يقول لك يا دكتور لو انا شخص تكونت عندي جونس فوكس او جونس كومبلكس، كيف نعرف ان الفوكس هذه اولد ولا نيو؟ الليجن اللي تكون عندي هل هو قديم صاير من زمان او من شي فتره بسيطه يعني ممكن اسبوع 10 ايام اسبوعين؟ كنت تذكر زمان بكر في بدايه جنرال قلت لكم الكالسيوم، الكالسيوم يعشق اي نيكروتيك سيلز، كل ما يخطم يلقى نيكروتيك سيلز يدير فيه كالسيفيكيشن،
وقلت لكم ان انا بعد يصير لي كرونيك انفلاميشن والجسم يتعب ويمل، يقول لك التركينه هذه جايتني منها وجع راس، خلينا ندير لها فايبروسس ونفتك منها. فلو لقيت ان في الجونس كومبلكس او الجونس فوكس لقيت صاير عندي فايبروسس وان كالسيفيكيشن، اعرف ان هذا اولد ليجن، انديكيت تو اولد ليجن. تمام، هذه لو شخص تعرض لي تي بي اول مره ومناعه نتاعها سليمه وسميناها البرايمري تي بي. ولو تلاحظ انت الجونس فوكس وين صارت، طبعا هذه اللانج عندها هذه الابر لوب والميدل لوب واللور لوب، وفي الليفت تكون ابر ولور، فحتلقاها صارت وين، صارت في اللور بارت اوف ابر لوب او تصير لي في الابر بارت اوف ميدل لوب، هذا السايت نتاعها. تو السؤال اللي قاعد يدور في ذهنكم كلكم، عارف انا تقول لي بيه دكتور لو نفترضوا ان شخص يا سيدي ما عمرش تعرض للتي بي من قبل بك، ما عمرش تعرض للبكتيريا بك، وصارت له وتعرض لشخص عنده تي بي وخش في برايمري تي بي، بيه شنو بيصير له توا؟ يعني هل يعيش يموت؟ ما عادش ترد له؟ شنو السيناريوهات اللي ممكن يصير عندي؟ البرايمري تي بي لو شخص تعرض لي برايمري تي بي عنده ثلاث سيناريوهات ممكن يصير، ما فيش غيره. مرات تكون الشخص الصحه متاعه سليمه والمناعه متاعه سليمه او مطعم منها، وهذا حالنا نحن كلنا اغلبيتنا مطعمين من تي بي، فهذا حتكون المناعه متاعه اوريدي كويسه وحيصير لها هيلينج وحيصير لها فايبروسس اند كالسيفيكيشن. حيصير لها هيلينج يعني يصير لها فايبروسس اند كالسيفيكيشن وخلص وانسى. لكن المشكله لو طاحت في شخص، في شخص مناعه متاعه ضعيفه، تمام، فهنا مش حيصير لها هيلينج، حيصير لها بروجريشن، حتزيد، حيصير لها بروجريشن. كيف تزيد؟ شوفوا معي، لو هذه اللانج بتاعتنا هذه اللانج والشخص تعرض لي برايمري تي بي وطلع عن شوية سيلز ودر لي فوكسا، لكن الشخص هذا للأسف أن مناعة بتاعه ضعيفة، فالأميون سيلز اللي طلعن ضعاف شوية، فحاصرة ممكن جزئية بسيطة من البكتيريا وما قدرنش على الإخراج، لأن الريبليكيشن تاع البكتيريا مستمر داخل الماكروفاج، فما قدرنش يلمن البكتيريا كلها بالمعنى هذا. ففي اللحظة هذه مش حيصير له هيلينج، حيجي 3 أسابيع وبعدين 3 أسابيع على الإخراج يزيد عليه الأعراض، بعدين يخش في بروجريشن، يبدأ الليجن يطلع في الأيبكس، بعدين يبدأ ينتشر في أول اللانج، فتلقى اللانج بتاعها منقطة هيك الاكس ريت بين عليك ان اللانج كلها منقطة، توكل ان شاء الله حنزل لكم في صور في الجروب. فصار لها بروجريشن يعني خشت في مور كيزيوس نيكروزس ومالتيبل كافيتيشن، تلقى في كافيتي 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 في كل اللانج، يعني صار لها ديسيمينيشن. بعد التي بي ينتشر في كل اللانج ويصير لها ديسيمينيشن نسموه فيه في اللحظة هذه الميلياري تي بي. ميلياري تي بي يكون الشكل متاعها الوصف متاعها مالتيبل سمول ميلثيد ليجن، مالتيبل وهذه مهمة في الام سي كيو كوصف فقط، مالتيبل سمول ميلث سيتس ليجن، كلام ثيوري كلام ام سي كيو. المهم انتشر عندي وضرب لي اول لانك، ضرب عندي الاول لانك، شو الاعراض اللي يجيك بين الشخص الحالة هذه؟ بعد يضرب لي اللانك كلها فيجي لي انفلاميشن في كل لانك، فيجيك باعراض النيمونيا اللي قلنا عليها من بدري. ممكن يدير لي
يضرب لي طبقة البلورا، يوصل مادام هو ضرب كل اللنك فممكن يضرب حتى طبقة البلورا، فيجي لي انفلاميشن في البلورا سميناها بلورسي. وقلنا اي انفلاميشن بيصير فيه ادمة، فلو صار لي انا بلورسي وصارت لي ادمة في البلورا حدي لي بلورال افيوجن. هذا كله من ضمن اعراض الميليري تي بي. قال لك مرات يجي لي اروجنز للسمول فيسلز او الكابيلرز، اروجنز للبلاد فيسلز اللي في اللنك، فيبدا في بلد يطلع في الالفيولاي، فيبدا الشخص يكح في دم، يسموه فيه الهيموبتسيس. وهذا عرض مهم في عرض الميلياري تي بي. وزمان قبل ما يكتشفوا الفاكسين تاعه كان مرض مميت التي بي. ممكن ينتقل للسراوندينج ستراكشر او سراوندينج اورجانز اللي جنب اللنج، سراوندينج اورجانز. مرات يضرب لي شن هنا الاورجانز اللي جنب اللنج، يضرب الهارت، يضرب الاندوكارديوم، فيدي لي مرات اندوكارديال تي بي. مرات يضرب التريكيا يدي لي اندوتريكيال تي بي. تمام. ممكن يضرب اللارنكس ويدي لي لارينجيال تي بي. هذا لو ديسيميليتد وانتشر في كل اللنك. الكارثة وين الكارثة واللي نخافوا منها نحن واللي منحبوهاش، انه يوصل البكتيريا للبلد فيسلز، توصل للفيسلز. هنا عندي الكارثة، لو دخلت في البلد البكتيريا هذه ممكن توصل اي اورجان عندي في البادي، وحدي لي سيستمك تي بي. وهذه هي نبهش نحن، حدي لي سيستمك تي بي، فحتوصل لاي اورجان عندي. سموا معي سموا ونقولوا لو مثلا ضرب لي الكدني، ضربت الكدني حدير لي رينال تي بي. لو ضربت البرين حدير لي تي بي في السينس، تضرب لي طبقة المننجيس فدير لي تشيبركلس مننجايتس، يجيك شخص بمننجايتس. مرت ممكن تضرب الادرينال جلاند، ولو طقت في الادرينال جلاند حدي لي ديزيز ان شاء الله حنخطوه في الاندوكراين اسمه الاديسونز ديزيز. ولو وصلت للبون اي مكان تبي توصل، لانه هو انفكشن انا بدي لي انفلاميشن، فلو وصل للبون حدي لي انفلاميشن في البون، حدي لي اوستيومايلايتس. لو وصل للفالوبيان تيوب، هيدي لي سالبنجايتس انفلاميشن. لو وصل لي للفيرتبرا فهيدي لي فيها انفلاميشن، هيدي لي فيها ديستراكشن اوستيومايلايتس. الفيرتبرا بعد يصير لها ديستراكشن نتيجة التي بي يسمون فيه البوتس ديزيز. وهذا رير، جدا انه يصير في وقتنا الحالي. هذه ممكن يجيك حتى شخص بلور لمب ويكنس، كيف الشلل نصفي. وهذه انه رير تصير توا كيف ما قلت لكم، شفناها نحن مرة واحدة في المستشفى، حالة من الجنوب كانت، هي ما هيش فاكسينيتد وتعرضت لي تي بي ودروا لها البوتس ديزيز، بعد دروا لها صورة سي تي وشافوا الفيرتبرا لقوها ديستراكت، دروا لها تيبركلين تيست لقوها بوزيتيف، فتعاني من بوتس ديزيز. ممكن تضرب الانتستين، مرات تضرب الانتستين، بعد تضرب الانتستين بدي لي انفلاميشن في الانتستين ودي لي ألسريشن، بعد يصير لي ألسريشن وانفلاميشن، اي انفلاميشن قلت لكم حيتعالج بفايبروسس، صح ولا لا؟ وبعد يتعالج بالفايبروسس طبيعة الانتستين تتحرك فليكسيبل،
لكن لو صار لها فايبروسز حتجد ناروينج، حاجة شكل الانتستين هيك بعد يصير لها هيلينج. فدي الاستراكشر، هديني كيف الضيق في الانتستين ممكن شخص يجيك بانتستينال اوبستراكشن. ممكن تضرب الليمف نودز والليمفاتكس شانل وتدي لي ليمفادينايتس، ليمفادينايتس، فتلقى الشخص مثلا في النك نتاعه تلقى فيه اللارجمنت ماسا نتيجة الليمفادينايتس. شنو يسموا فيها هذه؟ يسموا فيها سكروفيلا. سكروفيلا شنو هي السكروفيلا؟ هي الليمفادينايتس نتيجة الميليري تي بي او سيستميك تي بي، تمام. فكيف ما قلت لكم ممكن تضرب لي اي حاجة في البادي ودي لي فيها انفكشن ودي لي فيها انفلاميشن. فانت بتلاحظوا ان كل الاورجانز اللي اغلبيتهم بتضربهم فايتال اورجان، فممكن تؤدي الى ديث بكل سهوله. هذا ليش قلت لكم ان التي بي زمان كان مرض مميت قبل ما يكتشفوا الفاكسين بتاعه. به هذه الطريقه الثانيه اللي ممكن يخش لها، يعني شنو الشخص تعرض دغري للتي بي بعد 3 اسابيع من برايمري خش فيه بروجريسيف وميليري تي بي. الطريقه الثالثه والاخيره اللي ممكن يخش فيها لو شخص لو شخص تعرض ل primary TB هي شنو؟ تو اكيد في واجدين منكم يقول بما ان فيه primary TB وسموها primary معناها اكيد فيه secondary، صح ولا لا؟ ده هي. تو انا قلت لكم بدري شويه لو شخص تعرض ل primary TB، شخص تعرض ل primary TB واتفقنا ان الشخص هذا صحته كانت ممتازه والمناعه بتاعه كانت ممتازه، فكون عندي جرانيولوما اوغونوس فوكس اوغونوس كومبلكس وانتهت ب فايبروسس كالسيفيكيشن. وقلت لكم انا ان في بعض المرات البكتيريا تجد حيه لكن محاصره ما عندهاش كيف تطلع ويجد الانفكشن هذا دورمانت، يعني خامل قاعد راقد في مكانه. باهي لو نفترض ان الشخص اللي هو في يوم الان في الايام كانت المناعه بتاعه سليمه وامورها طيبه وجوه سمح، المناعة بتاعها انقصت لأي سبب الأسباب، ممكن due to aging كبر في العمر واجد مناعته تنزل، ممكن تعرض لي الايدز HIV، ممكن لبعض الدرجز ينقص في الاميونيتي. المهم الشخص هذا المناعة بتاعه انزلت. البكتيريا اللي قاعدة حية ومتحافرة ما عادش فيه امين سيلز تمسكها، فيبدأ يطلع يبدا ينتشر، فحتخش الشخص في ميليري تي بي ويصير لنفس مسار الكلام اللي قلنا لك. ممكن تضرب لي الاول لانج وتدي لي لانج ساين ولانج سيمبتومز، ممكن توصل البلاد فيسلز وتدي لي سيستميك تي بي، تمام. النوع هذا اللي هو كان برايمري بعدين قاعد بروجريسيف يسموا فيه secondary TB، secondary TB. يجي توا واحد منكم بيسأل، وأنا عارف السؤال هذا كله يدور في يدور عندكم كلكم توا، يقول لي دكتور ما هي نفس، يعني حتى هنا نفس الفكرة، حتى أنا كاين primary وخش في ميليري وأنا حتى كاين primary وخش في ميليري، ليش هنا سمينا progressive أو ميليري TB وهنا سمينا secondary TB؟ هنا الشخص تعرض وقتي خلال ويكس فقط، يعني هو تعرض للتي بي لأول مرة وخش في برايمري تي بي، لكن لأنه هو مناعته ضعيفة الجسم قاوم 3 أسابيع فقط بعدين خش في بروجريشن وقتي، لكن هذا أريد أن المناعة بتاعه كويسة والراجل ما تجد سنوات راه مرت بعد 10 سنوات بعد 15 سنة يخش في تي بي، يخش في ميليا تي بي. فهنا يسموا فيها الاسم الاخر رياكتيف تي بي، يعني صار ري اكتيفيشن للبكتيريا، رياكتيف تي بي، وخش بعدين بعد كم سنه اخرى في ميديا تي بي وخش لي في سيستمك تي بي، تمام. هذا بالنسبه لي
ال sign and symptoms and mechanism and pathogenesis of TB. باهي لو شخص مثلا تعرض للتي بي وهذه اخر حاجه هنختموا بها التي بي، كيف نديروا له الدياجنوستس؟ لو انا جاني شخص في المستشفى وجاني باعراض انا شكيت ان انا التي بي، باهي شن نطلب له باش نتاكد من التشخيص نتاعي ونتاكد من الافكار اللي دورها في راسي؟ اول حاجه نديروا له نطلبوا له تشيست اكس راي، تشيست اكس راي، بنشوف بلكي عنده الجونس فوكس والجونس كومبلكس، بيانات عندي الهايلر لينفادينوباثي والهايلر لينف نود انلارجمنت، بيانات عندي، هذا يعطيك هنت للتشخيص نتاعك. نديرو مرات في فاين نيدل اسبيريشن، فاين نيدل اسبيريشن، وهذه ما يديروش فيها واجد، بحيث يسحبوا من اللانج او يسحبوا من الكومبلكس جونس كومبلكس هذا ويشوفوا، يديروا له سيتولوجي ويشوفوا. حيلقوا جرانيولوما باين عليه بالسيتولوجي، ويلقوا الكيزياس نيكروزوس، هذا كله يزيد من اثباتات مهمة انه ممكن يكون تي بي. ياخذوا العينه هذه اللي سحبوها ويديروا لها كالتشر، يدير لها تحليل مزرعه كيف نقول، يدير لها مايكوبكتيريا كالتشر، كالتشر بيشوفوا شنو هي نوع البكتيريا حتى تطلع مايكوبكتيريا تبركلوزس، هذا يزيد اخرى من تفكير في التشخيص. مرات ياخذوها يحطوها اندر ميكروسكوب ويصبغوها الاست الاسيد سوري فاست ستيننج، يصبغوها بصبغة خاصة اسمها زل نيلسون ستين، زل نيلسون ستين، فحيطلع اللون نتاعها رد. هنا يزيد من تفكير في التشخيص نتاعك. يطلبوا ايضا في الانفلاماتري ماركرز، انفلاماتري ماركرز، يلقوا مثلا هاي اي اس ار انديكيتو انفكشن او انديكيتو انفلاميشن، يلقوا في الليمفوسايتوسس زيادة في الليمفوسايتس، حتى هذا يزيد من التفكير بتاعهم في ال 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 تي بي. يجروا في اختبار الحساسية او مش اختبار الحساسية، اختبار تي بي كيف ما يقولوا، اللي هو التوبركلين تيست، التوبركلين تيست او المونتوكس تيست. كيف يختبروا فيه هذا؟ ياخذوا هذه اليد بتاع البيشنت مثلا، ويجوا ياخذوا فيه البكتيريال كومبوننت اوف سوري البروتين كومبوننت اوف بكتيريا، ياخذوا في البروتين كومبوننت اوف بكتيريا اللي يسموا فيه البيوريفايد بروتين ديريفاتيفز، البيوريفايد بروتين ديريفاتيفز، يعني ياخذوا فيه البروتين كومبوننت فقط ويحقنوا فيه تحت الجلد تمام، ويقول لك رد عليه بعد 3 ايام بعد 72 ساعة ويشوفوا الرياكشن اللي صار لك. لو صار لك انديوريشن وردنس والسويلينج وكان الحجم متاعها أكبر من 10 ملي، هنا بوزيتيف تيست، أنا الشخص هذا عنده تي بي تمام. ليش درناها بعد 3 أيام؟ لأنه هو النوع تي بي حيكون الديليد هايبر سنسيفتي رياكشن تمام، فنحقنه تحت الجلد purified protein من تاع البكتيريا، وبعد 3 ايام نشوفوه. لو لقينا صار لي induration وردنس وسولينج، صار لي inflammation وكان الحجم تاعها اكثر من 10 ملي، من هذا positive test، لان الشخص لو عنده بكتيريا او شخص مطلع من قبل تمام.
فهذا كيف ندير بالنسبه وكيف ندير دياجنوستس بالنسبه لي تي بي. هذا فيما يخص كل تي بي عندنا.